مقطوعات موسيقية لفرقة ماسالا كوارتت الروسية التي حطت رحالها على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية بعد عدة حفلات في دمشق لتقدم موسيقى الجاز الحديث بنكهة معاصرة. هذه الفرقة هي رباعي ماسالا، من اسمها واضح أنه هذا خليط التيارات والأنماط الموسيقية مثل خليط البهارات ماسالا، وهناك طعم روسي، طعم هندي، طعم شرق الأوسطي وغربي طبعا. اليوم سنقدم لكم الموسيقى من تأليفنا، من تأليف أعضاء الفرقة، وموسيقى ارتجالية التي تضم مختلف الثقافات قومية من روسيا وخارج روسيا. هو أول مرة في سوريا قال أنه تعجب من هذا البلد كتير وتحبه ويريد أن يبقى لأنه بيحب الناس اللاتفين وطبعا الأكل السوري وطبيعة، وأنه هنا دائما بالمقارنة مع موسكو جو دافئ. اليوم في عنا فرقة مختلفة تماما، هي من أهم فرق الجاز في جمهورية روسيا الاتحادية. هاي الحفلة تأتي برعاية وزارة الثقافة ضمن الإطار التبادل الثقافي بين دولتين صديقتين. الموسيقى هي وسيلة تواصل بين بلدين، نشر فكرة جديدة. نحن بحاجة إلى كشباب والصبايا حتى كحضور أطفال، اليوم كثير ملفت للنظر لأنه شيء ممتع وحلو بيوطد العلاقات الثقافية بين البلدين. سوريا وروسيا هن جسر التواصل ومحبة وطفولة وسلام لكل العالم. مقطوعات موسيقية مليئة بالإلهام الإبداعي تخلق للمستمع صوتا فريدا وآسرا عند تقاطع موسيقى الجاز والفانك والفيوجن والهيب هوب.